كان في قسم مليء بالبالونات الوردية، الأكواب، البروشورات، وأنا طبعاً من محبين اللون الوردي، فأخذت البروشور وعدت للمنزل. ممكن اللي شجعني زيادة لهذا الشيء أنه ليه ما أفحص، مع أني أنا كنت في سن جداً صغير وقت إصابتي. أنا والدتي الله يغفر لها وعمتي كذلك مصابين بنفس المرض، فممكن هذا الشيء خلاني أقبل على اللي هو الفحص الذاتي. أخذت البروشور، جلست أقلب فيه أشوف إيش الأشياء، كيفية الفحص الذاتي. ما أخفيكم علما يعني لما عملت الفحص الذاتي وجدت حاجة جدا صغيرة ممكن قد حبة الحمص، أثارت يعني فضولي أني أنا أعرف إيش الشيء الموجود داخل نورة. فاتجهت بعدها إلى المستشفى وعملت الفحص الماموغرام، رغم أن بالأساس يعني هذا الشيء ما يعمل من تحت سن 30 عفوا أو 40، لكن بما أنه كان عندي هيستوري أو تاريخ بالعائلة عملوا لي الفحص الماموغرام. اكتشفت اللي هو عندي يعني كتلة جدا صغيرة، لكن ما أخفيكم كنت متخوف أنه هل تزال، هل يزال الثدي كامل، لكن جلس في نفسي أقول يعني حتى لو أزيل يعني سيبقى في نورة شيء الكثير. الشيء الإيجابي يعني يعلق في ذاكرتي، الأول بعد الله تعالى طبعا أنا أبوي يقول لي دائما كوني الأقوى، يعني مهما أخذ منك، مهما يعني أصبحت ضعيفة بقي في نور شيء الكثير. التجربة الثانية وهذه التجربة يعني لا أنساها ما حييت وكأنني أراها الآن، أحد المتعافيات كانت تأخذ اللي هو الكيماوي، ففي فترة العلاج أراها تأتي بأفضل الملابس، أفضل الشنط، أفضل المكياج، يعني لأن لما كنت أشوفها أقول يعني أنا ليش أكون منزوية وإنسانة يعني مودعة للحياة وأمامي أناس يعني فقدوا شيء الكثير وهم بهذا الحال، فممكن التجربة هذه أو الناس اللي أمامي وأراهم بهذا المنظر يجعل مني شخص أقوى وأفضل بعد الله تعالى. رسالتي اليوم هي رسالة وردية، رسالتي هي ما أدري بالفحص المبكر فهي حكاية عنوانها الوقاية.